وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية. دكتور نبيل، بعد التحية، ما هي أهمية تدشين المركز الوطني للمختبرات الزراعية للنهوض بالاستراتيجية الزراعية في مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ودي أشكركم على إتاحة الفرصة لنا لإلقاء الضوء على المختبرات الزراعية. طبعا على صعيد البنية التحتية الزراعية والبحرية والحيوانية قامت الوزارة بمجموعة من المبادرات لتطوير قطاعات الزراعية مثل تطوير المختبرات الزراعية بهورة عالي. طبعا المركز مركز المختبرات الوطني أنشئ بدعم من مجلس التعاون الخليجي، وكلف المركز حوالي 2 مليون دينار، وهو من المباني الخضراء اللي تراعي البيئة والاقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء. طبعا يضم المركز حوالي 19 مختبر تخصصي مثل سلامة وصحة الغذاء، التربة، الأسمدة، الإكثار النسيجي، الأصول الوراثية، وقاية النباتات والأمصال والأمراض الحيوانية وأمور أخرى. طبعا الوزارة تنوي طرح المركز للقطاع الخاص للاستثمار على أساس يكون في المستقبل مركز ذو اعتمادية دولية. طبعا ايش نقصد بالاعتمادية الدولية؟ انه يتفرد هذا المركز بنوع من الاختبارات ويكون له اعتراف وقبول على مستوى العالم. طبعا المركز ايضا سيساهم في دعم توجه المملكة الى الوصول الى تحقيق الامن الغذائي، رفع مستوى صحة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى الحفاظ على الموروث الزراعي والحيواني في البحرين، بالإضافة لدراسة تطوير وتحسين المنتج الزراعي والحيواني في المملكة. نعم دكتور، لو تطلعنا عن آلية أو على آلية عمل المركز الوطني للمختبرات الزراعية. طبعا احنا حاليا عندنا مجموعة من المختبرات في الزراعة تم نقلها للمركز مثل الإكثار النسيجي، التربة، الأسمدة. المزارعين أو أي شخص يرغب في إجراء أي فحص لأي مادة سواء كانت هي أسمدة أو تربة أو مبيدات، المختبر يقوم بتحليل هذه المواد ويقف على مدى ملائمة استعمالها للزراعة ومدى سلامتها بالنسبة حق سلامة الغذاء. فهذه الآلية موجودة حاليا، لكن في المستقبل نفس ما ذكرت أن المركز بيخصص وبيعهد إلى متعهد دولي أنه يمسك المختبرات كلها ويديرها على أعلى مستوى، سواء كانت الاختبارات على مستوى المزارعين أو المستوردين بالنسبة حق الغذاء. إن شاء الله نتطلع أن يكون الاعتمادية دولية وأن يكون مركز إقليمي في المنطقة للاختبارات على مستوى الزراعة. نعم، سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.